جالك فترة طويلة كده الناس اعتقدت ان انت وصفاء جلال اخوات. وفترة طويلة ده مشوار الضرب يا بابا. بس عندي مشكلة انه يعني فاكريني صفاء اختي. طبعا صفاء حبيبة قلبي اصلا. بني ادمة جميلة ومحترمة وممثلة هايلة وكوميديانة فظيعة. فاحنا مش اخوات. انا اسمي سهام سعيد جلال. وهي خدت جلال من جلال الشرقاوي. فهو اللبس حاصل عشان جلال وجلال. طب يا جماعة طب ليه رامز مش أخويا؟ ياسر مش أخويا؟ شفيق جلال مش جدي ليه؟ يعني مش معنا صفاء بس لأختي ومنى جلال صحيح ومنى جلال. ده احنا عيلة طويلة قوي في الفن. مش معنا صفاء بس. يعني بص في ناس تقول ايه فينا شبه من بعض اصواتنا واحدة يعني مش عارفة. بس احنا فينا حاجة من بعض. ايه هي؟ ممكن يكون دمنا خفيف احنا الاثنين. فمش عارفة بس يا حبيبتي يعني. بتجهزي ايه الفيلم الجديد اخباره ايه؟ الفيلم الجديد مستفزني جدا لانها شخصية انا في حياتي ما لعبتهاش. في حياتي ما لعبتهاش. واستفزتني وبش قدر ده تفاصيل لان احنا عندنا مشاكل في الانتاج ووقفنا بقالنا شهر. مش عارفة اخرتها مقام ايه يعني. هم كمان ودخلنا وذاكرنا وكلفنا واشتغلنا ووقفنا كالعادة يعني. وعادي جدا بس مستنيه الدور لان الدور ده هيفرق معايا كتير قوي. اولا الخط العام بتاع انا مش هنحرق الشخصية. بص انت معاك مخرج هو المؤلف. حازم متولي. حازم مؤلف شاطر لدرجة انا نفسي اتفاجئت بيه. فاما لقيت هو كمان مخرج فانت فاهم يعني ايه بقى المؤلف والمخرج. فهو عنده رؤيه هتتطبق. انا نفسي بقيت قاعده بتفرج اشوف هو هيحصل ايه. اما بدانا بروفات للفيلم بهرني. حلو. بهرني حازم لانه مميز. بحب الممثل. عارف ازاي وصل لك الكاركتر. انا كنت مرعوبه من الشخصيه اللي بلعبها اسمها شاكيرا لانه البنت دي لوكال قوي. هيلعب لوكال يعني. ودمها شربات. وبنت شمال بريستيتيود. شكرا. ومعاها قواد. فالحالة مستفزة لأبعد الحدود. وبعدين فني بقى. وعندها تطور في الدراما انها اما بيجيلها فرصة تبقى بني ادمة بتبقى بني ادمة. حلو. فعندها نقلات للشخصية هو كاتبها. انا ما كملتش الفيلم في قرايب. انا اتصلت بيوتيرو انا معاكوا طبعا تتهزروا ليه انا معاكوا اكيد يعني ما عملتش الدور ده قبل كده. وسينما فانت عندك السينما بالذات عشقي. انا بدايه السينما انا بكره الفيديو ما بحبوش اصلا. بس عامل كمان نجحت جدا كمان الحمد لله. بس انا عشق الاول سينما ومسرح صراحه طبعا. انا بحس طاقتي كلها بتطلع هنا اكتر بكتير يعني. مجهود اكبر احلى طبعا. يا رب الفيلم يكمل. يا رب يكمل. نتمنى من المنتج العمل والمخرج يتصافوا ويكمل الفيلم لانه فيلم حلو قوي. وبتمنى النجاح لينا كلنا وللمخرج والمنتج والكل ان شاء الله. يا رب نرك التوفيق ودايما مكسره الدنيا حبيبي. ان شاء الله نكسرها بعد الحلقه دي. بعد الحلقه دي طبعا. ميرسي.